أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالان وأبرز العناوين في نشرتنا لهذه الليلة. رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم ومرسوم رئاسي. وزير الإعلام معالي عبد الله محمد داهر عكسي واجتماع موسع بمقر الوزارة. وزير الاقتصاد والتجارة معالي موسى قاسم عمر ومؤتمر صحفي. مجلس الشيوخ وجلسة اعتيادية بمقر المجلس. مشاهدينا الكرام كانت هذه هي أبرز العناوين، وإلى حضراتكم الآن النشرة بالتفصيل. أصدر يوم المتحدث الرسمي للقصر الرئاسي سعادة أحمد سليمان دحل أن رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم أصدر قرارا رئاسيا نحى بموجبه رئيس المحكمة العليا بجمهورية سومالان من منصبه. أصدر المتحدث الرسمي للقصر رئاسة الجمهورية أحمد سليمان دحل أن رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم أصدر قرارا رئاسيا نحى بموجبه رئيس المحكمة العليا بجمهورية سومالان سعادة يوسف إسماعيل علي من منصبه ابتداء من تاريخ هذا اليوم. وجاء هذا القرار بعد اطلاع رئيس الحكومة على المادة 90 من دستور جمهورية سومالان، وعندما اطلع على البند 105 فقرته الثالثة من دستور جمهورية سومالان كان إصداره لهذا القرار نظرا لحساسية هذا المنصب وما يقوم به من استتاب للأمن ونزاهة في القضاء، كما أشار البيان بضرورة تنفيذه من قبل كافة الهيئات المعنية بدءا من تاريخ إصداره حتى يتم تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا. المتحدث الرسمي لرئاسة قصر الجمهورية سعادة أحمد سليمان دحل عقد اليوم بمقر وزارة الإعلام والتوعية لقاء موسع وبحضور وزير الإعلام معالي عبد الله محمد داهر عكسي ونائب وزير المالية سعادة أحمد نور شاعر. وهدف هذا اللقاء من أجل العمل سويا وحث المواطنين على دفع ما عليهم من ضرائب. عقد اليوم بمقر وزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سومالاند لقاء موسع حضره وزير الإعلام والثقافة معالي عبد الله محمد ظاهر عكسي ونائب وزير المالية سعادة أحمد نور شاعر وعدد من مسؤولي الوزارتان. وهدف هذا اللقاء من أجل العمل سويا وحث مواطني سومالاند على دفع المستحقات الضريبية المترتبة عليهم. هذا وفي كلمة لوزير الإعلام أشار من خلال حديثه إلى أهمية التشاور والعمل معا إلى جانب كافة الوزارات من أجل توعية المواطنين وتوجيهه نحو الأصوب، لا سيما حثه من خلال تقديم برامج توعوية وتوضيح أهمية تسديد الضرائب المستحقة عليه لتساعد هذه الضرائب حكومة سومالاند في بناء البنية التحتية للوطن. هذا وتحدث بكلمة نائب وزير وزارة المالية شكر أولا تعاون وزارة الإعلام والتوعية مع الأهداف الوطنية لما لها من كلمة مسموعة لدى أذان المواطنين. هذا كما حث سعادته مواطني سومالاند بكافة أقاليمها بضرورة دفع الضرائب المترتبة عليهم لأنه دليل على وطنيتهم. كما تحدث في هذا اللقاء المطول عدد من مسؤولي كلتا الوزارتين أشادوا من خلال حديثهم إلى أهمية المشاركة في هذا العمل لصالح العام للوطن والمواطنين. عقد اليوم وزير التجارة بجمهورية سومالان معالي موسى قاسم مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه صباح هذا اليوم، أشار من خلاله بأن جمهورية سومالان ترحب بكافة المستثمرين الأجانب والمواطنين. عقد اليوم وزير التجارة بجمهورية سومالان معالي موسى قاسم مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه صباح هذا اليوم لوسائل الإعلام المختلفة، أشار من خلاله بأن جمهورية سومالان ترحب بكافة المستثمرين الأجانب والمواطنين لاستثمار أموالهم بالوطن خاصة المشاريع الكبيرة والتي تعود على الجانبين بالنفع، خاصة ميناء بربرة الساحلي وإعادة بنائه وتوسيعه، كما بدأت حكومة جمهورية سومالاند بجهود ذاتية. كما ناشد أيضا هؤلاء المستثمرين بعدم استثمار أموالهم في المنتوجات التي قد تسبب ضررا بالبيئة والصحة العامة. هذا كما أشار وزير التجارة من خلال حديثه أن جمهورية سومالاند يسرت كافة الصعاب أمام المستثمرين ووفرت لهم كافة التسهيلات إضافة إلى المناخ الأمني حفاظا على أموالهم والمتمثل في قدرة قوات الشرطة على الحفاظ على الأمن والاستقرار وتسهيلا لإقامة كافة المشاريع الكبرى والصغرى. عقدت اليوم جلسة اعتيادية بمقر مجلس الشيوخ ترأسها النائب الأول سعادة سعيد شامع علي وتم فيها مناقشة عدد من الأمور. عقد اليوم مجلس الشيوخ جلسته الاعتيادية وترأس هذه الجلسة نائب الأول رئيس المجلس سعادة سعيد جامع علي وتم مناقشة بعض الأمور التي حصلت في الوطن خلال هذا الأسبوع، ومنها قرار رئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية بإعدام المساجين المدانين بالقتل، حيث رحب مجلس الشيوخ بهذا القرار الرئاسي بأغلبية ساحقة وحثوا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية للمحافظة على الأمن والاستقرار في الوطن. وصل اليوم إلى العاصمة السويدية ستوكهولم وفد رفيع المستوى مكون من عمدة العاصمة أرجيسا سعادة عبد الرحمن محمود عيديد سولتيغو
وعدد من أعضاء المجلس المحلي، حيث تم استقبالهم من قبل جالية سومالان المقيمة هناك. وصل اليوم إلى عاصمة السويدية ستوكهولم وفد رفيع المستوى مكون من عمدة العاصمة هرقيسة سعادة عبد الرحمن محمود عيدي سولتيكو وعدد من أعضاء المجلس المحلي للعاصمة هرقيسة، وتم استقبالهم هناك من قبل المجلس المحلي للعاصمة السويدية وعدد كبير من جالية سومالاند المقيمة هناك. وتحدث عمدة العاصمة هرقيسة بكلمة شكر من خلالها المجلس المحلي للعاصمة السويدية وجالية سومالاند المقيمة هناك على حسن استقبالهم وضيافتهم، وأشار إلى العلاقات الطيبة بين البلدين وخاصة المجلس المحلي للعاصمة السويدية والمجلس المحلي للعاصمة سومالاند هرقيسة. ويشارك عمدة العاصمة أيضا في اجتماع سيعقد يوم الاثنين في السويد، وسيكون محور هذا الاجتماع كيفية دعم سومالاند اقتصاديا واعتراف سومالاند من خلال الحكومة السويدية، ويذكر أن الحكومة السويدية اعترفت سابقا بدولة فلسطين. وصل اليوم إلى العاصمة هرقيسة المدير العام بوزارة البيئة وتطوير الريف سعادة محمد علمي حسين، وذلك بأرض مطار عقال الدولي بعد زيارة عمل قام بها إلى دولة ملاوي. وصل اليوم إلى العاصمة هرقيسة المدير العام بوزارة البيئة وتطوير الريف سعادة محمد علمي حسين، وذلك بأرض مطار عقال الدولي بالعاصمة هرقيسة، وذلك بعد زيارة عمل بدولة ملاوي، حيث كان لدى استقباله عدد غفير من المسؤولين وموظفي الوزارة وجمع غفير من المواطنين. وفي كلمة للمدير العام بوزارة البيئة وتطوير الريف سعادة محمد علمي حسين، أشار من خلالها إلى الاجتماع المثمر وأهميته لدى جمهورية سومالاند والفائدة التي ستعم منه. من جانب آخر رحب المدير العام بوزارة البيئة بقرار رئيس جمهورية سومالاند بمنع الأكياس البلاستيكية في الوطن. مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر نبأ في نشرتنا، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة. لكم مني وفريق العمل دائما أطيب المنى ودمتم سالمين.